طبعا الجناح السعودي كله تميز زميلي علي، اقول الجناح كله تميز. طبعا ما يميزه هو المعروض هنا وثراء المعروض من جهة اخرى، واهتمام الناس واهتمام الزوار ايضا بما يستعرضه الجناح خلال ربما عمر مشاركته في اكسبو التي تصل الان الى 4 اشهر و14 يوم بالضبط. طبعا خلال هذه المدة هناك جهد جبار قام به المنظمون والقائمون على الجناح، على رأسهم المفوض العام للجناح وكل الموظفون هنا، وحتى المتطوعون الذين قاموا أو يقومون دائما بأدوار مهمة جدا في التنظيم وفي التسيير، وأيضا مصاحبة الزوار إلى المرافق المختلفة للجناح والمكونة للجناح بثرائها وبغناها التراثي والثقافي المعبر فعلا عن ثقافة المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، أيضا المستقبل الزاهر للمملكة اقتصاديا وسياسيا وحتى أيضا على المستوى التراثي الذي يعبر عنه الجناح. طبعا الجناح ايضا يشارك في فعاليات خارجيه، وهو ما اسهم ايضا في نشر ربما اهميه زياره هذا الجناح بين زوار اكسبو. زميلي علي، نتكلم هنا على ربما رقم مهم جدا، 3 ملايين، اي ربع زوار جناح، او عفوا ربع زوار، او العدد الكلي ربع زوار اكسبو كتنظيم اكسبو كمعرض عالمي، رقم مهم جدا يسجله الجناح خلال 4 أشهر و14 يوم. طبعا قوة المعروض من جهة وسلاسة أيضا الدخول والخروج إلى الجناح ساهمت في دخول عدد كبير جدا من الزوار إلى الجناح. الجناح يثير اهتمامه أيضا بمختلف الإعلانات التي تقام هنا خارج الجناح أو خارج إكسبو في شوارع الإمارات كلها، كلها دعايات وربما نشر للأخبار المختلفة على المواقع المختلفة هنا، والمتابعة الإعلامية من الإعلام الإماراتي خاصة لما يقدمه الجناح من فعاليات يومية على مستوى الساحة، على مستوى المرافق المختلفة للجناح، على مستوى مركز الجناح، على مستوى أيضا مشاركته الخارجية مع مختلف الأجنحة الأخرى ومساهماته أيضا التراثية والثقافية في نشر أيضا ثقافة حضور الندوات المختلفة من خلال 16 نافذة يديرها الجناح أسبوعيا بمواضيع ثرية جدا. جميل. تعبر عن حجم الثقافي والحجم التراثي للمملكة العربية. ولكن يعني عذر المقاطعة، كيف يتم رصد عدد الزوار، من خلال ماذا؟ طبعا هناك زميلي علي على مستوى الأجنحة هناك طريقة لاحتساب عدد الزوار من خلال أجهزة إلكترونية طبعا دقيقة جدا، وهناك أيضا على مستوى أيضا إكسبو هناك رصد أيضا لرصد لعدد الزوار الإجمالي الذين دخلوا إلى المعرض. لكن كل جناح من بين الأجنحة المشاركة ل 190 دولة أو 192 دولة تقوم بعملية حسابية ذاتية، ثم هذه الأرقام ترصد أسبوعيا وتعطى إلى إدارة إكسبو، وتقريبا كل شهر أو شهرين يعلن عنها رسميا. نعم زميلي أحمد.